ألمانيا دائما دولة هامة، إنما ربما في فترات سابقة كانت الجانب الذي يتغلب عليه الوضع الاقتصادي المتميز الذي يتمتع به ألمانيا أو تتمتع به ألمانيا لم يكن ربما معبرا عن نفس الطاقات في توجهات معينة بالنسبة لسياساتها الخارجية. اليوم خلال هذه المرحلة بصفة خاصة تشهد ألمانيا فضلا بطبيعة الحال عن تميز الوضع الاقتصادي تحركا اقتصاديا يعبر ليس فقط عن التطلعات الألمانية لإثبات دورها السياسي وتأكيده كأحد القوى الرئيسية على المستوى الأوروبي وعلى المستوى العالمي، إنما من جانب آخر يعبر عن نفسه أيضا في ظل تواصل المراحل في هذه المرحلة التي يتشكل فيها العالم أو تتشكل فيها أيضا مصالح ناشئة. يعني في مرات سابقة كانت ربما توجهات ألمانيا تتجه إلى دول شرق أوروبا، منطقة في الشرق الأوسط لم تكن بعيدة، إنما في هذه المرحلة بالتأكيد عندما يرتكز الألمان في علاقاتهم الخارجية على دول رئيسية فلا شك أن مصر سوف تكون في مقدمة هذه الدول. هناك أسباب لذلك بطبيعة الحال. أولا أثبتتها التحركات المصرية في المنطقة سياستها الخارجية التي تنتهج مسارا مقنعا ومصدقا ولا شك يسعى إلى إثبات موجوديته عن طريق تبني القضايا بصورة تعزز الأمن والسلم والتنمية على مستوى المنطقة وعلى العالم. الأمر الثاني أن التواصل الألماني في هذه المرحلة شك يبرز قضايا هامة، وأتصور أن قضية الأوضاع في ليبيا والتطورات تأتي في المقدمة ليس لأنها الملف الوحيد، إنما ربما لأنها الملف الذي يستلفت النظر سواء بالنسبة لتطورات أو أيضا بالنسبة للاهتمام الألماني. وليس بعيدا عن ذلك التصريحات التي أدت بها ميركل خلال الأيام القليلة الماضية تسعى فيها إلى موقف أوروبي موحد.